محمد آدم مشرد بلا منزل بعد أن أجبره مقاتلو تجراي على الفرار. تقطعت به السبل هنا في منطقة دوبتي في إقليم عفار، مناطق تضررت من الحرب في أثيوبيا. يمكنكم رؤيتنا، طردنا من منزلنا، هناك نساء حوامل بيننا، وهناك أمهات ولدن أطفالهن على الطريق، ولا يوجد حتى بساط للنوم هنا. لقد طردتنا الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهم يعيشون داخل منازلنا وينهبون ممتلكاتنا ويحرقونها. عائشة نور كانت تطبخ لأولادها عندما أصابت قذيفة منزلها. ابنها طاهر البالغ من العمر 9 أعوام لحقت به حروق بالغة، تمكنت من إحضاره مع شقيقه إلى هذه المستشفى، لكنها اضطرت إلى ترك أطفالها 6 وراءها. وبجانب طاهر يرفض المقاتل إبراهيم عبد الله بعد إصابته برصاصة في صدره. كان ينبغي أن يكون هناك المزيد من الدعم للدفاع عن أرضنا ومنازلنا. لا يمكنك هزيمة قذائف الهاون ببندقية كلاشينكوف. ما يصل إلى 350,000 شخص نزحوا منذ بداية العام، ومع احتلال قوات جبهة تيغراي الحدود الغربية لعفار، لا أحد يعرف متى سيكون بمقدورهم العودة إلى ديارهم. جميع المدارس والعيادات والمستشفيات أصبحت الآن على الحدود الغربية، كل شيء ذهب وضعت ثروات الناس، عدنا إلى الصفر، عدنا إلى الجوع وانعدام الأمن الغذائي. مسؤولون يتحدثون عن الصراع في أثيوبيا بصيغة الماضي، فتمضي الحرب في عفار دون أن يلاحظها أحد.